وأن الوافدين من بوركو من السودان، حيث مع الأسف الأوضاع جد صعبة، ولكن كما عهدنا السيد رئيس الجمهورية أبدا ما يتخلى عن الجالية، وخاصة عندما تعيش ظروف صعبة وليست هي المرة الأولى. إذا أبى إلا أن نأتي إلى هنا لنستقبلهم ونطمئن عن صحتهم. ممكن تعبوا في السفر إلى جدة ومن جدة إلى هنا، إنما الحمد لله كلهم رجعوا بسلامة، كل جالية معظمهم إلا الذي أراد أن يبقى هناك لسبب آخر، كلهم الحمد لله تم إجلاءهم، واليوم هم لحقوا سعداء فرحانين يلتحقوا بذويهم. الحمد لله هذا الشيء اللي نعرفه، الجزائر أبدا ما تخلى عن أبنائها، ومهما كان الظروف ومهما كان الصعاب إلا وتأتي بهم، وليست هي المرة الأولى. إذا الشكر كل الشكر للسيد رئيس الجمهورية، الشكر كل الشكر للمشرفين على هذه العملية التي لم تكن من سهلة، الشكر كل الشكر لقواتنا قوات الجيش الشعبي الوطني الذي تجاوب دوما مع في مثل هذه العمليات.